أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الترم الأول الصف الأول الإعدادي في مادة اللغة العربية. معكم مستر أحمد عبد الرازق. النهاردة هنبتدي نتكلم على القصة المكررة هذا العام، وهي قصة عقبة بن نافع، وده واحد من أبطال العرب المسلمين الذين ساهموا في نشر الإسلام في إفريقيا. بنبتدي الأول بالفصل الأولاني، وده بيتكلم على ميلاد عقبة والبيئة التي نشأ فيها وكيفية تنشئته حتى وصوله لأول الفتوحات التي قام بها. أين ولد عقبة وما البيئة التي نشأ فيها عقبة؟ ولد عقبة تحت شمس الصحراء المحرقة وفي جوها اللافح، في البيئة التي ينشأ فيها الرجال أشداء يعني أقوياء، في المجتمع الذي لا يعتد إلا بالفتوة يعني بالقوة والجرأة يعني الشجاعة والإقدام الشجاعة، على الأرض التي يقتحم يعني يدخل أهلها المخاطر ويصنعون البطولات. يبقى دي البيئة التي نشأ فيها عقبة. ما اسم والد عقبة وماذا تعرف عنه؟ والد عقبة هو نافع ابن عبد القيس الفهري، نافع ابن عبد القيس الفهري، أحد أشراف مكة وأبطالها المعدودين. أشراف مكة يعني أغنياء مكة أكثرهم جاه. يبقى نافع بن عبد القيس والد عقبة ده كان من أكبر الأشراف الموجودين في مكة وكان من الأبطال الأقوياء. لماذا سماه والده عقبة؟ يعني كل واحد بتسمى اسم بيبقى تبرك بهذا الاسم، يعني أحمد مثلا تبرك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا سماه والده بهذا الاسم؟ تيمنا يعني تبركا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء الأشداء الذين يخرون الأعداء. يبقى والده سماه بهذا الاسم تبركا بهذا الاسم اللي في الوقت ده كان يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء الأشداء الذين يقهرون الأعداء. متى ولد هذا الطفل؟ ولد هذا الطفل والصراع يومئذ على أشده على أقواه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وبعد ميلاد الطفل بسنة واحدة هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لماذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ واحد، ليتحاشى أذى المشركين. اثنين، ليفتح صفحات جديدة للإسلام في بقعة أخرى من أراضي الجزيرة العربية. ما أول كلمات طرقت سمع الطفل الصغير؟ يعني إيه أول كلمات عقبة سمعها؟ أول كلمات طرقت سمع الطفل الصغير هي كلمات الإسلام والجهاد والفتح. نقول تاني، الجهاد والإسلام والفتح. طيب لماذا كان عقبة يسمع هذه الكلمات؟ لأن والده كان من السابقين الأولين في الإسلام، يعني من أوائل الناس اللي دخلوا في الإسلام، وكانت هذه الكلمات تتردد على شفتيه كما تتردد على شفتي كل من آمن بالله ورسوله واعتنق الإسلام، يعني دخل في الإسلام عن إيمان وعقيدة. لكن عقبة في الوقت ده كان صغير جدا، فلم يكن يعي يعني يفهم معنى هذه الكلمات في سنواته الأولى. ولكن بعد أن شب عن الطوق يعني جاوز مرحلة الصغر، أصبح يدرك ما يجري حوله من أحداث، تفهم معنى تلك الكلمات. بدأ يفهم أول ما كبر، بدأ يفهم معنى الكلمات دي، لكن هو صغير ما كانش يفهمها. وذات يوم وكان قد بلغ التاسعة من عمره، كان عنده 9 سنين، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه عندما دخل مكة؟ تسامح معهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنتم الأحرار. وده يدل على التسامح الذي كان يمتاز به الرسول صلى الله عليه وسلم. نما عقبة وحب الجهاد يجري في عروقه ويملأ كل ذرة في كيانه، وأحب أن يكون من أبطال المبارزة،
فتدرب طبعا المبارزه دي يا اولاد اللي هي القتال بالسيف، فتدرب عليها مع الشباب المسلم واجادها واعانه يعني ساعده على اشباع هذه الرغبه في نفسه عمرو بن العاص. طيب ما صله القرابه التي كانت تربط عمرو بن العاص مع عقبه؟ عقبه كان ابن خالته، يعني عقبه كان ابن خاله عمرو بن العاص، يعني طبيعي ان عمرو بن العاص برضه يبقى ابن خالته، الاثنين ولاد خاله. وكثيرا ما كان يلتقي به، دي بقى دور، ما الدور الذي قام به عمرو بن العاص في تنشئه عقبه؟ كان يلتقي به ويسمع منه قصص البطوله التي يقوم بها المسلمون اثناء دفاعهم عن الدين الاسلامي. كمن كان عمرو يعتقد ان عقبه سيكون بطلا من ابطال الاسلام، فهو اذا بلغ مبلغ الشباب راح يجيد المبارزه، يعني القتال بالسيف، ويبدي يعني يظهر مهاره فائقه فيها. طيب ما الامتحان الاول الذي تعرض له عقبه وكيف اداه؟ الامتحان الاول يا اولاد هو فتح الشام. طبعا الشام دي بتطلق الان على سوريا ولبنان، دي كانت منطقه الشام، ففتحها عمر بن الخطاب، اسند فتح الشام الى عمرو بن العاص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفه المسلمين، اسند فتح الشام الى عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص جعل في مقدمه الجيش ابن خالته عقبه بن نافع. يبقى ده الامتحان الاول الذي تعرض له عقبه بن نافع اللي هو فتح الشام. وكان عقبه في ذلك الوقت يا اولاد لم يبلغ بعد سن ال20، كان لسه ما جابش 20 سنه. قبل عقبه في فتح الشام بلاء حسنا، يعني قدم بطولات كويسه واظهر مقدره خارقه يعني فوق العاده على اقتحام صفوف الاعداء والنيل منهم، يعني هزيمتهم. وكان هذا اول امتحان له في الجهاد وقد اداه بنجاح منقطع النظير. يبقى ما اول امتحان لعقبه؟ فتح الشام. وكيف اداه؟ اداه بنجاح منقطع النظير. ثم جاء الامتحان الثاني، وكان هذا الامتحان هو فتح مصر. يبقى ما الامتحان الثاني الذي تعرض له عقبه؟ هو فتح مصر، حيث استطاع عمرو بن العاص بجيشه الضئيل العدد، يعني قليل العدد، ان يهزم الروم، وكان لعقبه دور ملحوظ في هذا الفتح. في بعض الناس قالوا ان صله القرابه التي كانت تربط عقبه بن نافع بعمرو بن العاص، ان الاثنين ولاد خاله، ان عمرو بن العاص خلى عقبه بن نافع يقوم بهذه الامتحانات او يدخل هذه الفتوحات، سواء فتح الشام وفتح مصر. كيف نرد على هؤلاء؟ لم تكن صله القرابه بين عمرو بن العاص وعقبه بن نافع هي الدافع الذي حدا يعني دفع بعمر ان يختار عقبه للاشتراك في هذين الفتحين المهمين، انما كانت مهاره عقبه الحربيه هي الاساس الذي بنى عليه عمرو ثقته في عقبه. يبقى ما الاساس الذي بنى عمرو بن العاص ثقته في عقبه؟ هنقول مهاره عقبه الحربيه، وهي ما جعلته يثق به ويفضله على من عاداه من اهله الاقربين. شكرا لكم، وان شاء الله هنلتقي في دروس اخرى. كان معاكم مستر احمد عبد الرازق.